أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، مكملين مع بعض إن شاء الله الجزء الثاني من درس المرايا. درس المرايا هنتكلم عن المرايا المقعرة والمرايا المحدبة وأهم المفاهيم المرتبطة بها. زي ما احنا اتكلمنا قبل كده عن المرايا المقعرة، وقلنا إن المراية المقعرة هي مراية سطحها العاكس جزء من السطح الداخلي لكرة جوفية. أما المراية المحدبة كان مراية سطحها العاكس جزء من السطح الخارجي لكرة جوفية. أول مفهوم عندنا النهاردة في المرايا هنتكلم عن مركز تقور المراية. علشان أبدأ برسمة أي مراية هبدأ باستخدام البرجل في رسم جزء من كرة جوفية. نقطة البرجل هي تعتبر نقطة المركز، يبقى مركز تقور المراية لو بتكلم عن مركز تقور المراية المقعرة هيبقى نقطة المركز أمام السطح العاكس، يعني أمام المرآة المقعرة. لو بتكلم عن مركز تقور المراية المحدبة بيكون خلف السطح العاكس. يبقى تعريف مركز تقور المرآة هو مركز الكرة التي تعتبر المرآة جزءا منها. بتبقى في نقطة وهمية بتتوسط السطح العاكس للمرآة، النقطة دي بسميها بقطب المراية وبيبقى رمزها قاف، يعني أنا بستخدم هنا الرمز قاف لتحديدها على الرسمة أثناء رسم المراية. لو أنا خدت خط مستقيم من نقطة المركز لأي نقطة على سطح المراية العاكس، المسافة ما بين مثلا ميم إلى سين أو ميم إلى قاف زي ما هي موضحة على الرسم أو ميم دال بسميها نصف قطر تقور المراية. زي ما احنا متعودين في مادة الرياضيات إن النص القطر له رمز اللي هو نق، وبالتالي لو أنا حابب أعرف نصف قطر تقور المراية يبقى نصف قطر الكرة اللي بيعتبر المراية جزءا منها. في أيضا تعريف آخر لنصف القطر هو المسافة بين مركزي تقور وجه المراية وأي نقطة على سطحها العكس. يبقى مثلا ميم سين هي نفس المسافة من ميم قاف، هي أيضا نفس المسافة من ميم ديل، يبقى دي كلها بسميها أنصاف أقطار والمسافات بتاعتهم متساوية. لما يجي يقول لي في الامتحان إيه معنى أن نصف القطر وليكن مثلا 10 سنتي زي ما هي موضحة قدامكم أو أي عدد تاني، بقوم أعرف نصف القطر وأقوم كاتب في الآخر 10 سنتيمتر، فيهاش أي مشكلة. بعد كده بنروح للمحور الأصلي للمراية. المحور الأصلي ده له شروط. أنا باخد خط مستقيم من النقطة ميم إلى النقطة قاف، يعني بحدد خط مستقيم ماشي من النقطة ميم ووصل للنقطة قاف، يبقى ده بسميه المحور الأصلي. ممكن الخط المستقيم ده يكمل ما بعد المراية، يعني مثلا في الرسم اللي قدام مني الخط المستقيم جاي من عند ميم واصل لقاف ممكن يكمل، وفي الحالة دي برضو أنا بسميه محور أصلي. المحور الأصلي بيكون محور واحد في المراية الكرية. المراية الكرية لها محور أصلي لأن ليها مركز واحد وقطب واحد، يعني مش زي أنصاف الأقطار كنت بوصل من النقطة ميم إلى أي نقطة على السطح. لا، لو أنا وصلت خط مستقيم من النقطة ميم على أي نقطة على سطح المراية خلاف قطبها يبقى ده بسميه محور ثانوي. يبقى المحاور الأصلية هو واحد بس، ماشي كده؟ يبقى المستقيم المار ما بين مركز تقور المراية والنقطة قاف اللي هي قطب المراية ده بسميه المحور الأصلي. أما المحاور الثانوية عدد لا نهائي. ليه؟ لأن الخطوط المستقيمة اللي ممكن أرسمها من مركز تقور المراية وأي نقطة على سطح المراية العاكس خلاف قطبها يبقى أنا مجيش ناحية القطب خالص، يبقى بسميه محور ثانوي للمراية. المفهوم اللي بعد كده هو البؤرة الأصلية للمراية.
المرايا المقعرة احنا اتفقنا وقلنا ان هي مراية مجمعة للضوء، علشان كده عند سقوط الأشعة الضوئية متوازية على سطح المراية، اكيد متوازية وموازية للمحور الاصلي كمان، بتتجمع في نقطة واحدة اسمها ب. النقطة ب ديت لو انا حددت من النقطة ب الى اي نقطة على السطح خاصة قطب المراية، يبقى ده بسميه البعد البؤري. يبقى انا عندي هنا مفهومين مرتبطين ببعض، هو مفهوم البؤرة الاصلية للمراية، ودي بتمثل نقطة تجمع الاشعة او تلاقي امتداد الاشعة الضوئية من سقوط الاشعة الضوئية متوازية وموازية للمحور الاصلي. ده بخصوص المراية المقعرة. هنلاقي ان البؤرة بتاعت المراية المحدبة بتقع خلف المراية. يعني ايه خلف المراية؟ احنا عارفين ان المراية المحدبة بتفرق الاشعة الضوئية. لما بتتفرق الاشعة الضوئية يستحيل تجميع هذه الاشعة امام المراية، فبالتالي انا برسم امتدادات لهذه الاشعة علشان تلتقي في نقطة واحدة، في نقطة واحدة بسميها البؤرة. بس البؤرة هنا بتختلف عن البؤرة في المراية المقعرة. البؤرة في المراية المحدبة بتبقى بؤرة تقديرية، لكن البؤرة في المراية المقعرة بتبقى بؤرة حقيقية. يبقى البؤرة الأصلية منها حقيقية في المراية المقعرة، ومنها تقديرية في المراية المحدبة. لو انا قست المسافة ما بين نقطة البؤرة الى قطب المراية، المسافة دي انا بسميها البعد البؤري، علشان كده عندنا مفهوم اخر وهو البعد البؤري للمراية. البعد البؤري للمراية ممكن ارمز له بالرمز عين، وهو المسافة ما بين البؤرة اللي هي باء وقطبها اللي هو قاف. لما يجي سؤال يقول لي ما معنى قولنا ان البعد البؤري لمراية مقعرة يساوي 12 سنتي، انا بعرف له البعد البؤري اللي هو التعريف السابق، وفي الاخر بقول بيساوي 12 سنتي، يعني المسافة ما بين البؤرة الاصلية. بس البؤرة الاصلية هنا هتبقى بؤرة حقيقية، لان دي مراية مقعرة، وقطب المراية المقعرة يساوي 12 سنتي. بعد كده في مقارنة ما بين البؤرة الأصلية للمراية المقعرة والبؤرة الأصلية للمراية المحدبة. المراية المقعرة بتديني بؤرة حقيقية، لأن هي فعلا نقطة من تجمع الأشعة الضوئية المنعكسة، يعني تلقائيا كده الأشعة اتكونت لوحدها، لما سقطت الأشعة الضوئية متوازية وموازية للمحور الأصلي اتجمعت في نقطة بسميها البؤرة الأصلية، بس هتبقى حقيقية، ودي تنشأ من تلاقي الأشعة الضوئية المنعكسة. البؤرة الأصلية بتكون أمام المرآة المقعرة، وبيكون أمام السطح العاكس. أما البؤرة الأصلية للمراية المحدبة بتبقى بؤرتها تقديرية. ليه بقى بؤرتها تقديرية؟ لأن هي تنشأ من تلاقي امتدادات الأشعة الضوئية المنعكسة، زي ما احنا برضو شرحنا قبل كده، إن هي نتيجة تلاقي الأشعة الضوئية المنعكسة، لأن الأشعة اتفرقت من سطح المراية المحدبة، والبؤرة دي بتقع خلف المرآة المحدبة. احنا بنربط ما بين نصف القطر والبعد البؤري. نقدر نقول ان نصف القطر تقور المرآة بيساوي ضعف البعد البؤري. يعني البعد البؤري لو عندي وليكن 5 سنتيمتر، يبقى نصف القطر بيساوي 10 سنتيمتر، يبقى ضعف الخمسة بتساوي 10، يبقى نصف القطر بيساوي ضعف البعد البؤري، يعني بيساوي 2 عين. جايب لي هنا سؤال بسيط جدا، احسب البعد البؤري لمراية نصف قطر تقورها بيساوي 20 سنتي. يبقى البعد البؤري اللي هو عين بيساوي نصف القطر على 2، يبقى لان نص القطر بيساوي ضعف البعد البؤري. طب والبعد البؤري بيساوي نق على 2، نق اللي هو نصف القطر، يبقى 20 على 2 بيساوي 10 سنتي. يبقى في النهاية البعد البؤري بيساوي 10 سنتي. في عالم يوناني اسمه أرشميدس، العالم دوت عرف ان المرايا
المقعرة تقدر تجمع الأشعة الضوئية في نقطة واحدة بتسمى بالبؤرة. فاستخدم مرايا مقعرة ضخمة جدا لتدمير الأسطول الروماني، وده سنة 212 قبل الميلاد، لأن الأشعة الشمس لما اتجمعت في نقطة واحدة قدرت إن هي تتولد حرارة شديدة أدت إلى حرق أشرعة السفن الأسطول الروماني، ودمر الأسطول كله باستخدام المرايا المقعرة أكيد الضخمة اللي هيكون بعدها البؤري أكبر. يعني سطح المراية المقعرة كل ما بيكبر كل ما بيكبر معاها البعد البؤري، يعني البعد البؤري مش متساوي في المرايا كلها المقعرة. النشاط اللي جاي بيتكلم عن كيفية تعيين موضع البؤرة الأصلية والبعد البؤري. يبقى احنا زي ما احنا قلنا قبل كده ان لو انا حددت البؤرة الأصلية للمراية المقعرة او المراية حتى المحدمة هقدر اعين البعد البؤري، هقيس المسافة ما بين البؤرة وما بين السطح المراية ويكون ده اسمه البعد البؤري. الأدوات المستخدمة في النشاط ده بسيطة جدا، هيكون عندي مراية مقعرة حائل، الحائل ده ممكن مثلا يكون سطح ورقة، ورقة من الكرتون، لوح من الخشب، ايا كان اسمه حائل. بعد كده شريط قياس مدرج اللي هو المتر. بعد كده الخطوات ان احنا هنضع المراية في مواجهة ضوء الشمس. احنا عارفين ان اشعة الشمس عندما تسقط على سطح المراية المقعرة هتسقط متوازية وموازية للمحور الاصلي. المهم ان هنحرك المراية قربا وبعدا من الحائل او هنحرك الحائل قربا وبعدا من المراية، بتتجمع الاشعة الضوئية في نقطة واحدة، يعني هتتكون بقعة ضوئية صغيرة جدا. الاشعة ديت او نقطة التجمع بتكون قادرة ان هي ممكن ان هي تحرق الورقة زي ما عمل العالم أرشميدس قبل كده. تتجمع فعلا الأشعة الضوئية المتوازية على الحائل مكونة نقطة مضيئة جدا اسمها البؤر. هنقيس المسافة ما بين القطب المراية أو المرآة نفسها والنقطة المضيئة ديت، ويكون دوت بسميه البعد البؤر. يبقى أنا قدرت أن أنا أحدد حاجتين في النشاط ده، حددت البؤرة اللي هي النقطة المضيئة جدا على سطح الحائل، وحددت كمان البعد البؤري ان انا قست المسافة ما بين المراية والحائل. بعد كده هنتكلم عن استخدام المراية المقعرة لتوليد حرارة شديد. لما يجي يقول لي السؤال النقطة دي اتعلي ليه انا بستخدم مراية مقعرة توليد حرارة شديدة، زي ما احنا قلنا قبل كده قلنا ان المرايا المقعرة هي مرايا مجمعة للأشعة الضوئية، كل شعاع ضوئي صادر من الشمس ممكن اجمع مجموعة الأشعة ديت مع بعضها هتولد حرارة شديدة لانها نقطة مضيئة جدا او بتتجمع الأشعة دي في نقطة واحدة بس، يبقى هتتولد فعلا حرارة شديدة. يبقى لان المراية المقعرة تجمع الأشعة الضوئية الساقطة عليها متوازية وموازية لمحورها الاصلي بعد انعكاسها اكيد في نقطة واحدة تسمى بالبؤرة. مكملين برضو مع بعض مسار الأشعة الضوئية الساقطة على سطح مراية مقعرة. الشغل كله في الرسومات هيبقى قايم على المراية المقعرة. الشعاع الاولاني لو سقط موازيا للمحور الاصلي هيبقى يمر بالبؤر، يبقى ينعكس مرة بالبؤر. دي اول نقطة في رسمة الاشعة الضوئية الساقطة باتجاه المراية المقعرة. يبقى ممكن اول نقطة ديت تجيلي ماذا يحدث؟ ماذا يحدث عند سقوط شعاع ضوئي موازيا للمحور الاصلي لمراية مقعرة؟ هنقول ان هو بينعكس مرا بالبؤر. النقطة التانية اذا سقط الشعاع الضوئي مرا بالبؤرة هينعكس موازيا للمحور الاصلي. يبقى النقطة الاولانية عكس النقطة التانية، يبقى الرسمة الاولى عكس التانية. النقطة التالتة ايه اللي هيحصل لو سقط شعاع ضوئي مرا بمركز تقور المرآة المقعر؟
هنقول ان هو بيرتد على نفسه. ليه بقى بيرتد الشعاع الضوئي على نفسه؟ اكيد لانه سقط عموديا على سطح الايه، المراية المقعرة. كنا خدنا قبل كده حتى في المراية المستوية، لو سقط الشعاع الضوئي عموديا يبقى اكيد سقط بزاوية صفر، يبقى بيرتد الشعاع الضوئي على نفسه. وعلشان كده لما يجي يقول لي ليه الشعاع الضوئي لما بيمر بميم يرتد على نفسه، اقول له لان كل من زاويتي السكوت والانعكاس بتساوي صفر. يبقى بس انا برضو بفهمها ان الشعاع ده سقط ايه، عموديا. من خلال الاتجاهات وسكوت الاشعة الضوئية اللي احنا قلناها، بنقدر نرسم اي جسم امام المراية المقعرة، وازاي هنا صورته هتتكون امام او حتى خلف المراية المقعرة. هنبدأ نتكلم دلوقتي عن خواص الصورة المتكونة باستخدام المراية المقعرة. خواص الصورة المتكونة باستخدام المراية المقعرة، بتختلف الصورة الناتجة باختلاف موضع الجسم. يعني الجسم هو بعيد عن المراية مش زي الجسم هو قريب من المراية المقعرة. اول حالة عندنا دلوقتي ان الجسم يكون بعيد جدا عن سطح المراية المقعرة. يعني ايه؟ يعني مثلا اشعة الشمس زي ما احنا قلنا ان هي بتسقط متوازية وموازية للمحور الاصلي، هتتجمع في نقطة صغيرة جدا تسمى بالبؤرة. يبقى بالتالي موضع الصورة بالنسبة للمراية هيكون على بعد مساوي للبعد البؤري. ليه؟ لان انا لو رسمت هنا المسافة ما بين البؤرة وسطح المراية العاكس هيكون مساوي للبعد البؤري. خواص الصورة اللي هتتكون هتبقى حقيقية. ليه حقيقية؟ لان هي فعلا اتجمعت تلقائيا، يعني اتجمعت من تجمع الأشعة الضوئية المنعكسة في نقطة صغيرة أو صغيرة جدا تسمى بالبؤرة. حتى من ضمن خواص الصورة هتبقى مصغرة جدا، عبارة عن نقطة بسيطة. هنا بقى ما أقدرش أقول النقطة معتدلة ولا مقلوبة. ليه؟ لأن هي عبارة عن نقطة بسيطة جدا، مش قادر أن أنا أحدد إذا كانت نقطة مقلوبة ولا معتدل. بعد كده الجسم هيبدأ يتحرك أمام المراية المقعرة عشان يجي على بعد أكبر من ضعف البعد البؤري، يعني أبعد من ميم بشوية. يعني زي ما أنتوا شايفين إن الجسم أبعد من ميم، يعني إيه؟ يعني أكبر من ضعف البعد البؤري. الضعف البعد البؤري اللي هو عند ميم بالظبط، يبقى الجسم واقف على مسافة أكبر شوية من البعد أو ضعف البعد البؤري. هنا الشعاع الأولاني اللي هو باللون الأحمر سقط موازيا للمحور الأصلي فبينعكس مرة بالبؤرة. أما الشعاع الأخضر في الحالة الثانية سقط مرة بالبؤرة فبينعكس موازيا للمحور الأصلي. فنقطة تلاقي الشعاعين المنعكسين بتبقى النقطة اللي هي أنا بكون منها الصورة. بحدد النقطة، نقطة تلاقي الشعاعين، وبطلع على المحور الأصلي وبرسم صورة للجسم. احنا ملاحظين هنا ان صورة الجسم بتبقى اقل وصغيرة مصغرة بالنسبة للجسم الأصلي، وبالتالي هتبقى خواص الصورة حقيقية لان هي برضو اتكونت من تجمع الأشعة الضوئية المنعكسة. الصورة الحقيقية في الرسومات اللي جاية كلها هتبقى صورة مقلوبة، يعني أنا أقدر أحفظها كده، الصورة الحقيقية دائما مقلوبة. بعد كده هتلاقي أن خواص الصورة أيضا مصغرة، لأن أنا شايف أن الجسم أكبر طولا من الصورة. بعد الصورة عن المراية على بعد أكبر من البعد البؤري، يعني في مسافة بتتراوح ما بين البؤرة والمركز. الحالة الثالثة الجسم واقف أمام
المراية المقعرة على بعد مساوي لضعف البعد البؤري. يعني ايه بقى ضعف البعد البؤري؟ يعني عند النقطة ميم بالظبط. الرسمة دي محتاجة مننا شوية دقة شوية. ليه؟ لان الجسم هو واقف عند مركز تقور المراية، يبقى لازم صورته تتكون عند مركز تقور المرآة، يعني الصورة تحت الجسم على طول، مفيش تحريك لصورة الجسم ولا امامه ولا او قربا او بعدا عن الايه المركز. وبالتالي الصورة لما تتكون عند مركز تقور المرآة بتكون صورة حقيقية مقلوبة مساوية للجسم. يبقى ماذا يحدث عند وجود جسم امام مراية مقعرة على بعد مساوي لضعف البعد البؤري؟ هنقول تتكون له صورة حقيقية مقلوبة مساوية للجسم، والصورة هتبقى على بعد ايضا مساوي لضعف البعد البؤري. في الحالة الرابعة الجسم هيبدأ يقرب شوية من المراية، هيبقى واقف على بعد اكبر من البعد البؤري واقل من ضعف البعد البؤري. يعني ايه؟ يعني في مسافة تتراوح ما بين البؤرة وميم، يعني واقف ما بين ب وميم. الجسم لازم اكون فاهم ديت، ان الجسم كل ما بيقرب من المراية صورته تبعد وتكبر. يعني ايه؟ يعني احنا ملاحظين ان في الحالة الاولى كانت الاشعة الضوئية بعيدة جدا عن المراية المقعرة، فكونت صورة مصغرة جدا وكانت على بعد مساوي للبعد البؤري. لما الجسم بدأ يقرب شوية لقينا ان الصورة بدأت تكبر، حتى لو كانت مصغرة بالنسبة للجسم في الحالة زي ديت، بس مقارنة بالحالة الاولى هتلاقيها ان هي ايه كبير. الجسم لما بدأ يقرب اكتر في الحالة التالتة ويقف عند ميم، بدأت صورته تبعد شوية وتكبر وتبقى مساوية للجسم. طيب في الحالة الرابعة الجسم قرب اكتر، يعني واضح ان هو كل ما بيقرب الصورة بتبعد وبتكبر. فعلا صورة الجسم في الحالة رقم 4 بدأت تكبر وتبعد حتى عن ميم. يبقى في الحالة الرابعة ماذا يحدث؟ اذا كان الجسم على بعد اكبر من البعد البؤري واقل من ضعفه، يبقى تتكون له صورة حقيقية مقلوبة مكبرة. يبقى صورة الجسم كل ما بيقرب الجسم من سطح المراية صورته تبعد وتكبر. صورة الجسم هنا في الحالة رقم 4 هتكون على بعد اكبر من ضعف البعد البؤري، يعني ابعد من نصف قطر تقور المراية. في الحالة رقم 5 الجسم هنا بدأ يكبر او بدأ يقرب اكبر من البؤرة. يعني ايه؟ يعني الجسم واقف على بعد مساوي للبعد البؤري. يبقى عند وجود الجسم على بعد مساوي للبعد البؤري، يعني وجوده عند البؤرة مباشرة، يبقى لا تتكون له صورة. ليه بقى؟ لان الشعاع الاولاني لما سقط موازيا للمحور الاصلي انعكس مرا بالبؤرة، والشعاع الثاني لما مر بميم انعكس ايضا على ميم. يعني عند مرور الشعاع الضوئي مرا بميم على مراية مقعرة يرتد الشعاع الضوئي على نفسه، هنلاقي ان الشعاعين المرتدين اللي هم المنعكسين متوازيين الى ما لا نهاية، وده اللي بيخلي عدم تكون صورة للجسم. فانا هنا انا بقول ان الصورة اللي ممكن تظهر ليا تتكون بقعة ضوئية. يعني جابها في الامتحانات السنين اللي فاتت، كانت يجي يقول لي خواص الصورة اللي متكونة. انا بقى بقول له في خواص الصورة تتكون في ما لا نهاية بقعة ضوئية. بين قوسين ممكن نكتب لا تتكون صورة. طب ليه ما تكونش صورة؟ ها؟ يبقى لان الاشعة الضوئية تنعكس متوازية الى ما لا نهاية. يبقى السؤال هنا ماذا يحدث عند وجود جسم على بعد مساوي للبعد البؤري لمراية مقعرة؟ هقول له تتكون بقعة ضوئية، بين قوسين لا تتكون صورة، لان الاشعة الضوئية تنعكس متوازية الى ما لا نهاية. في الحالة رقم 6 الجسم بدأ
يقرب اكتر من سطح المراية العاكس، يعني هنلاقي ان الجسم هنا على بعد اقل من البعد البؤري، يعني دي تعتبر اقرب مسافة ممكن يقربها الجسم من سطح المراية العاكس. الشعاع الاولاني اللي هو باللون الاحمر سقط موازيا ينعكس مرا بالبؤرة، اما الشعاع الثاني سقط مرا بمركز تقور المراية المقعرة، فبالتالي يرتد الشعاع الضوئي على نفسه. لو احنا بنتكلم عن كيفية تجمع الشعاعين المنعكسين من امام المراية، دي مستحيلة ان هي تجمع صورة امام المراية. ليه بقى؟ لان الشعاعين هنا مسارهم لا يلتقيان. طب ممكن اكونهم خلف المراية؟ ممكن يلتقوا الشعاعين المنعكسين خلف المراية. يبقى في الحالة اللي زي دي انا هرسم امتدادات للأشعة الضوئية المنعكسة علشان تتكون صورة تقديرية خلف المراية. يبقى الحالة الوحيدة اللي ممكن تتكون صورة تقديرية ان برسم امتدادات للأشعة الضوئية علشان تبقى الصورة تقديرية وليست حقيقية. يبقى من خواص الصورة تقديرية معتدلة مكبرة. الصورة بتبقى متكونة خلف المراية، يعني انا مش قادر ان انا احدد لها مسافة بالظبط زي الرسومات التانية. يبقى موضع الصورة هتبقى صورة. النشاط اللي جاي بسيط جدا، نقدر من خلاله نعين نصف قطر تقور المراية. النشاط ده قايم على الحالة رقم 3، عندما تتكون صورة حقيقية مقلوبة مساوية للجسم، يعني الجسم لازم أن يكون عند مركز تقور المراية. يبقى الأدوات اللي أنا هستخدمها مراية مقعرة، حامل للمراية، شريط قياس مدرج اللي هو المتر، وصندوق ضوئي. الصندوق الضوئي هيبدأ يخرج مجموعة من الأشعة الضوئية على سطح المراية العاكس، عندما تتكون بقعة ضوئية مساوية للثقب اللي خارج منه الأشعة الضوئية تبقى الصورة مساوية. وفي الحالة اللي زي ديت، طالما كونت صورة مساوية للثقب، يبقى هقدر أقيس المسافة ما بين الصندوق الضوئي والمراية المقعرة، وتبقى المسافة ديت مساوية لنصف القطر. بعد كده بروح لاستخدامات المرايا المقعرة. احنا عارفين ان المرايا المقعرة مرايا مجمعة، عشان كده انا هستخدمها في صناعة المصابيح الامامية للسيارات، وده لعكس الضوء، لان الاشعة الضوئية الساقطة على المرايا المقعرة بتقدر ان هي تعكس الضوء امام المراية. كذلك هستخدمها في صناعة التلسكوبات. احنا عارفين ان الشكل اللي حتى اللي قدامنا هو سطح مقعر، بتتجمع الموجات والاشعة في نقطة واحدة اللي هي نقطة البؤرة، وبالتالي هبدأ هنا استخدمها في رصد الفضاء ورؤية الاجرام السماوية من استخدام التلسكوبات. الكشف عن الاسنان في الحالة رقم 6 في الرسومات اللي احنا قلناها كانت بتتكون صورة تقديرية معتدلة مكبرة لما بيكون الجسم على بعد اقل من البعد البؤري، وبالتالي لما اوفر المسافة القليلة ديت هقدر اكون صورة تقديرية معتدلة مكبرة. المهم ان انا اللي يهمني في الموضوع ده في الكشف عن الاسنان ان الصورة تبقى فعلا مكبرة. يبقى هستخدم المرايا المقعرة في الكشف عن الاسنان. بالنسبة للحالة رقم 6 ايضا اللي هي الصورة التقديرية المعتدلة المكبرة، هبدأ استخدم المراية المقعرة في حلاقة الدقن، ودوت من خلال ان الجسم بيكون على بعد مسافة اقل من البعد البؤري لمراية مقعرة. برضو احنا اتكلمنا عن ان المراية مقعرة بتجمع الاشعة الضوئية، يعني اشعة الشمس الساقطة متوازية وموازية للمحور الاصلي بتتجمع في نقطة واحدة تسمى بالبؤرة، يعني ممكن استخدمها ايضا في صناعة الافران الشمسية.
الحالة رقم 6 هستخدمها في كشاف الجيب برضو لعكس الضوء، زيها زي كشافات الايه المصابيح الامامية للسيارة. في الحالة اللي بعد كده هبدأ استخدم المرايا المقعرة في الكشافات الموجودة بممر هبوط الطائرات، وكذلك الفنارات الايه البحرية لارشاد الايه السفن. بعد كده بندخل على المرايا المحدبة. احنا اتكلمنا عن المرايا المحدبة وقلنا ان الصورة المتكونة دائما منها بتبقى صورة تقديرية لا يمكن استقبالها على حائل. الصورة بتبقى تقديرية لانها بتتجمع من تلاقي امتدادات الاشعة الضوئية المنعكسة. احنا قلنا ان المرايا المحدبة بتفرق الاشعة الضوئية امام المراية، وبالتالي استحالة نكون صورة امام المراية. الصورة المتكونة بتبقى خلف الايه المراية من تلاقي الامتدادات الاشعة الضوئية المنعكسة. فالصورة اللي هتتكون دائما تكون تقديرية معتدلة مصغرة، وموضع الصورة بيبقى خلف المرآة، يبقى الصورة دي ما اقدرش ان انا اغير في مواصفاتها. طالما مش هتتغير في مواصفاتها ببدأ اثبتها على يمين ويسار الساق. ليه؟ لكشف الطريق خلفه. يبقى انا مثلا ماشي بالسيارة، جاي ورايا عربية نقل كبيرة، في بيوت، في أشجار، كل مواصفات الطريق وكل حاجة موجودة في الطريق ورايا أقدر أكشفها في مراية محدبة صغيرة، وبالتالي خاصة إن الصورة هتبقى غير إن هي مصغرة، هتبقى صورة معتدلة. يبقى دي من أفضل انواع المرايا اللي انا اقدر استخدمها. استحالة استخدم مراية مستوية. ليه؟ لان الصورة الناتجة بالمراية المستوية بتبقى صورة مساوية للجسم، فصعب قوي تكون جاية عربية نقل كبيرة ورايا اقدر اجمعها ازاي واقدر اشوفها ازاي. انا مش هشوف الا الكشاف بس بتاعها، يبقى انا ما اقدرش ان انا اجمع المكان او الصورة الكاملة خلف السيارة. لو هنبص شوية للصورة وازاي اتكونت الصورة التقديرية المعتدلة المصغرة للمراية المحدبة، هنلاقي ان وضعية الجسم امام السطح العاكس. الشعاع الاولاني سقط موازي للمحور الاصلي فاتفرق بعدا عن المحور الاصلي، بس اخد بالي ان الشعاع وانا بفرقه انه يكون امتداده البؤرة اللي هي الايه البؤرة بتاعت المراية المحدبة. الشعاع التاني هو مر بمركز تقور المراية فبيرتد الشعاع الضوئي على نفسه، يبقى نقطة تلاقي الشعاعين المنعكسين هي بتبقى خلف المراية، بتبقى صورة مصغرة معتدلة. طالما بقى الصورة تقديرية يبقى اتعدلت زي ما احنا قلنا قبل كده في المرايا المقعرة، قلنا ان الصورة طالما حقيقية تبقى مقلوبة، لكن هنا الصورة طالما تقديرية هتبقى صورة معتدلة. برضو من ضمن استخدامات المرايا المحدبة هقدر اثبت المرايا المحدبة في زوايا الطرق الضيقة او في المنحنيات، علشان لما بيكون في نقطة تلاقي للسيارات في منحنى ما يبقى او الطرق الضيقة، يبقى كل سيارة جاية قادرة ان هي تكشف الطريق التاني، وبالتالي لمتابعة حركة السيارات اثناء مرورها في هذه الطرق. برضو ممكن اثبت هنا المرايا المحدبة الضخمة الكبيرة في اماكن انتظار السيارات وللتمكن من الاصطفاف. النقطة اللي بعد كده من استخدامات المرايا المحدبة، هستخدم المرايا المحدبة على أرصفة السكك الحديدية، وده علشان السائق يتمكن من فتح وغلق الأبواب. كذلك هستخدمها في مراكز التسوق وسوبر ماركت، دي اللي بتحتاج لمعدلات أمان بدل الكاميرات. الكاميرات احنا عارفين انها بتبقى مكلفة شوية، يبقى هستخدم مرايا محدبة ضخمة علشان اقدر اكشف الاماكن حواليه. بعد كده
عندي سؤال، ماذا يحدث عند استخدام المرايا المستوية على يمين ويسار الساق بدل من المرايا المحدبة؟ احنا عارفين ان المرايا المستوية بتكون صورة مساوية للجسم، لكن المرايا المحدبة بتكون صورة تقديرية معتدلة مصغرة، يبقى ايهما افضل؟ يبقى هستخدم طبعا المرايا المحدبة مش المرايا المستوية، وده عشان يتمكن السائق من كشف الطريق كاملا من خلفه، وبالتالي اقدر اتمكن من الحركة على الطرق.